لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انتقلنا سريعا إلى المدينة النبوية، حيث اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل عن هذه اللحظات، فتصف تلك اللحظات وصفا دقيقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لأهله: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب ده إناء كبير. فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء، عايز يقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية. فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ضعوا لي ماء في المخضب للمرة الثالثة. فقام وحاول أن يقوم صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه. كل هذه المحاولات لأنه كان يريد أن يخرج ليصلي بالمسلمين، كل هذا كان حرصا منه صلى الله عليه وسلم على الصلاة وعلى صلاة الجماعة، ولأنه إمام المسلمين. فكيف إذا نظرنا إلى حال المسلمين في هذه الأيام وحال الشباب في حرصهم على الصلاة وتهاونهم بها، تجد الأمر قد اختلف تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجد من أكثر الأعمال التي يفرط كثير من الناس فيها الصلاة. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا قدرها، ولم يعرفوا العقوبات المترتبة على التفريط فيها والتهاون بها. عشان كده شباب، عايزين الجلسة دي والجلسة اللي جاية نبين كيف هو قدر الصلاة، وما هي العقوبات المترتبة على التهاون بها، وسأختار صلاة واحدة أتكلم عنها كثر التفريط فيها، وهي صلاة الفجر. طبعا أنا قلت المرة اللي فاتت ما حدش يجي يتفرج، كل واحد يجيب معاه كراسة وقلم، ففي ناس طبعا مصرة أنها تيجي تتفرج، مش كده؟ وده مش هينفع معايا. المرة اللي جاية هنروح الناس اللي معهاش ورقة وقلم وبتكتبش. المحافظة على صلاة الفجر جاء في فضله وفضلها الكثير من الأحاديث. أول شيء طبعا الآيات، أن الله عز وجل أمرنا بالمحافظة على الصلاة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تعظيم الأمر يكون بحسب ماذا؟ ها، تعظيم الأمر بحسب إيه؟ ها، بحسب الآمر. لو طفل صغير أمرك بشيء مش هتبالي به، لو واحد كبير الأمر هيختلف، لو والدك هيختلف أكتر، لو في الجيش وأعلى رتبة أمرك بحاجة ترعب بقى وتخاف وتقلق، واضح؟ طيب كيف إذا كان الأمر من الله سبحانه؟ هو سبحانه الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة. هو في فرق بين حافظوا على الصلاة وصلوا، ولا الاثنين واحد؟ ها، في فرق؟ ممكن يصلي الخمس صلوات مع بعض قبل ما ينام بالليل، ممكن يصلي ظهر وعصر مع بعض، لكن لما الآية تقول حافظه يبقى في ايه؟ محافظة على الأوقات، يبقى في محافظة على الوضوء، يبقى في محافظة على الأركان والواجبات، يبقى الإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، مش صلي وخلاص. عشان كده ما تلاقيش في القرآن صلوا، تلاقي ايه؟ أقيموا الصلاة، تلاقي حافظوا على الصلاة، واضح؟ وده طبعا ليه دلالاته المختلفة عن مجرد أو مطلق الأمر بالصلاة. يبقى أول شيء أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وتكرر الأمر بالصلاة فيما يقرب أو ما يزيد على 90 آية وأكثر، أو ما يقرب من 100 آية فيها الأمر بإقامة الصلاة. طيب أنت حضرتك بتنفذ الأمر بعد كم مرة؟ يعني لما ربنا يأمرك كم مرة تنفذ الأمر وتستجيب؟ ما ينفعش. الحال المؤسف بتاع الكثير مننا في الأيام دي إن هو
الصلاة مش في دماغه، يصلي لما يصحى يصلي صلاتين مع بعض، لما يروح يبقى يصلي، لا، ليس هذا هو ما أمر الله عز وجل به. لابد أن يكون في قلوبنا تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه الشعيرة أعظم شعائر الدين العملية. فإذا كانت الاستهانة بأعظم شعائر الدين، يبقى فكيف بباقي الشعائر؟ لما يبقى أهم حاجة وانت تهاونت بيها، ما بقية الشعائر هتعمل بها إيه؟ أمر في غاية الخطورة بلا شك. ثم هناك من السنة كذلك الكثير من الفوائد والثمرات التي نجنيها من المحافظة على صلاة الفجر. يبقى احنا هنتكلم أول حاجة إيه الثمرات اللي هنحصلها لما نحافظ على صلاة الفجر، وده نوع من الترغيب. يعني أنا عايز أحببك في المحافظة على الصلاة وخصوصا صلاة الفجر، فحقول لك لما تصلي هتاخد 1 2 3 4 10. في المقابل في ناس ما بينفعش معاها الترغيب، فعايزة إيه؟ عايزة ترغيب، عايزة يتضرب على دماغه، عايز يفوق. فهذكر لك العقوبات اللي هتترتب على التخلف عن الصلاة وعن صلاة الفجر خصوصا. بعد كده مع الترغيب والترهيب يبدأ الإنسان يتساءل، طيب أعمل إيه عشان أحافظ على الصلاة في وقتها؟ أو مرسم لك الطريق وأقول لك الأسباب والوسائل اللي هتعينك على كده. طيب أول حاجة العقوبات، يا ريت نبقى نحافظ على الميعاد بتاعنا، مش كده؟ أول حاجة العقوبات إيه؟ ما تديني وشك. أول حاجة العقوبات ولا إيه؟ الثمرات اللي هي من باب إيه قلنا؟ الترغيب، يعني عايز أجر رجلك عشان تحافظ على صلاة الفجر. هنحصل إيه من وراء صلاة الفجر؟ كل واحد يقول لي حاجة، ها بسرعة. يديهم برضو كده لقطة يعني عشان يبقوا قاعدين، ها؟ قول لهم كده. كان في حديث اللي هو اللي يصلي العشاء ويصلي الفجر في الظلمات ربنا بينور له على الصراط من القيامة. يصلي الفجر والعشاء؟ اه. تكون في ذمة الله. صلاة الفجر لما تصليها يا جماعة تكون في ذمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال لا أعلم فلقد أفتى. طب اكتبوا بقى طالما مش عارفين. كأنما قام الليل كله. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تعالوا كده، طب نلخص. تعالوا نلخص الثمرات الحاصلة من المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. أول حاجة أنها مع العشاء تعدل قيام الليل كله. إيه الحديث؟ حد يقول لنا حديث كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة أو نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه أحمد ومسلم. شوف الحديث عامل ازاي. يبقى العشاء في جماعه بمثابه ايه؟ بمقام قيام نص الليل. العشاء والفجر بايه؟ قيام الليل كله. حديث رواه مين؟ ها؟ احمد. ما شاء احمد ومسلم برضه. ماشي. وحتى الناس يا اخي في الوصايا بتاعتها يقول لك ايه؟ خد الحاجه الخفيفه اللي تمنها ايه؟ عليك بما خف حمله وغلى ايه؟ ثمنه. يعني ما تروحش تاخد شوال وتروح تجيب شويه صخور من عند البحر وتقعد تبيع فيها، ما حدش هيشتري، هيعملوا بيها ايه؟ لكن لما تجيب قد كده ذهب، خد بالك، تفرق معاك ياما. معانا استاذ؟ يبقى اول ثمره هتكتب ولا هتتفرج؟ مش هينفع الكلام ده. يبقى احفظ بقى عشان هسالك كلهم في الاخر. اول حاجه أن صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة تعدل قيام الليل كله. ممكن نعملها معادلة. إيه؟ معادلة. إيه زائد إيه؟ إيه زائد يساوي إيه؟ صلاة العشاء في جماعة زائد صلاة الفجر في جماعة يساوي قيام الليل كله. 2. الثمرة الثانية اللي هنحصلها من المحافظة عن صلاة الفجر: الحفظ في ذمة الله. الحفظ في ذمة الله. مين اللي قال الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، ايه مش انت اللي قلته؟
فهو في ذمة الله، رواه مسلم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في ذمة الله، يعني في حفظ الله، في رعايته، في ضمانه. طب وفي أعلى من كده؟ لو أي ملك من الملوك قال لك أنت في حمايتي، هو وما يملك هو والمملكة بتاعته كلها، في لحظات ممكن إيه؟ يختفي من على سطح الأرض. قارون كان معاه فلوس قد إيه؟ ربنا قال ما إن مفاتحه، مفاتح الخزائن بتاعته، لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني المجموعة الكبيرة من الناس ما يقدروش يشيلوا أو بيشيلوها بالعافية الإيه بس؟ المفاتيح. مش ما بالك بقى الخزائن، وما بالك اللي فيها. في لحظات كان فين؟ كان تحت الأرض، فخسفنا به وبدار الأرض بسبب كفره والعياذ بالله تعالى. واضح؟ فلحظات الكون يتغير، لحظات البلاد والخرائط تتغير، ودول تذهب ودول تظهر، بلاد كاملة تختفي تحت أمواج البحار. الذي يقدر ويقضي بما يشاء في الكون هو الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإذا كنت في ذمة الله وفي حفظ الله، فمن ينالك بسوء ومن ينالك بأذى؟ لا يمكن لأحد أبدا أن يصل إليك أو يضرك أو يؤذيك إلا بإذن الله. عشان كده الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتب الله إيه عليك. يبقى عندك يقين في حفظ الله سبحانه وتعالى. عشان كده الحجاج ابن يوسف تسمعوا عنه، ده راجل قتل الآلاف، 30-40 ألف، 50 ألف مسلمين، مش كفار، كان ظالم يعني. ففي بعض المرات أمر بقتل رجل فأتي به ليقتل، فسأل قبل أن يقتل هل صليت الصبح؟ صليت الصبح؟ فقال نعم، فأمر بإطلاق سراح اللي هو الموكل بقتل. فلما علم الحجاج سأله لماذا؟ فقال حدثني فلان عن فلان وسرد الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أتعرض لرجل هو في ذمة الله؟ وكان مظلوم، كيف أتعرض لرجل هو في ذمة الله؟ كانوا يعظمون حرمات الله ويقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. ذمة الله لا يستطيع أحد خرقها بل مسها. ذمة الله تجعل المؤمن في حفظ وحماية من كل ما يؤذيه ومن كل ما يضره. ذمة الله تجعل المؤمن في طمأنينة، لأنه يعلم ويوقن أن الله يحفظه وأن الله يحميه. يبقى الثمرة الثانية كانت إيه؟ الحفظ في ذمة الله، ماشي. طيب الثمرة الثالثة أنها نور لصاحبها يوم القيامة. هي إيه دي؟ اوعى تسرح، اوعى تسرح، هتنزلك تجيب هدايا للناس. انها نور لصاحبها يوم القيامه. يبقى واحد كانت ايه يا ابو بكر؟ اغششك. المعادله استعانه بصديق، ماشي. اتنين كانت ايه؟ حفظ في ذمه الله. ثلاثه كانت ايه؟ نور لصاحبها يوم القيامة. حديث إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر، بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا علينا اللي إحنا ننقل البشرة دي، كل واحد تنقله البشرة دي، تشجعه وتحفزه، لو كان هو مواظب تبشره ويتفرحوا بيها. المشائين دي غير الماشين. إيه المشائين؟ الفرق بينها ومبالغة، ها؟ مشاء يعني كثير الايه؟ المشي، كثير الخطى. في الظلم جمع ظلمه، الى المساجد يبقى بيصلي في البيت، صح؟ فين؟ اهو بالنور التام يوم القيامه. يبقى اللي يكثر سيره بالليل في الظلام يكثر ايه؟ نوره يوم القيامه. اللي يقل سيره في الظلم في الدنيا يقل نوره يوم القيامه. طب اخطر واهم موضع احنا محتاجين نور فيه فين؟ الصراط. الصراط النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم يعطى الناس النور على قدر أعماله. القرآن نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. علاقتك بالقرآن إيه؟ في ناس من بعد رمضان ما ختموش ختمة لحد دلوقت. ليه؟ مش فاضي. طب الفيس؟ لا، ما ده حاجة أساسية. طب بلايستيشن؟ طب تريبلو؟
لا ما الحاجات دي ما ينفعش. لا مساس. طب المصحف يا ابني انت من بعد رمضان ما قريتش ما ختمتش مره. طب عايز نور يوم القيامه؟ اه طبعا. هو كلام علاقتك بالقران. القران نور، الصلاه نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا سائر الاعمال الصالحه. يعطى الناس النور على قدر اعمالهم، يبقى حسب العمل بتاعك هتاخد نور يوم القيامه. الصراط احد من السيف. الجزار لما يجي يقطع حته لحم بيعمل ايه؟ السكينة أو بيضرب. لو كان فيها عظمة بيجيب إيه؟ سطور، حاجة أجمد، صح؟ مش كده؟ السيف ما فيش فيه الكلام ده. الإنسان اللي مثلا عليه حد القصاص القتل بيتربط ويتجاب السيف، ضربة واحدة من هنا رقبته تقع. تخيل بقى يبقى السيف عامل إزاي. تخيل بقى لو السيف ده اتقلب كده وقلت لك امشي عليه، يعمل إيه في رجليك؟ هيشرحك. طب ما بالك بقى الصراط، مش زي السيف ده احد من السيف، ومش زي الشعره ادق من الشعر، وكمان عليه خطاطيف تطلع من جهنم تخطف الناس. شوف كده لما يطلع خطاف يخش في اللحم ويغرز في الانسان ويجرحه، خطاطيف معايا ولا ايه؟ وكلاليب تخطف الناس بيه باعمالهم. اللي انت هنا في الدنيا كلت حرام يجي لك خطاف اكل الحرام، شربت خمره شربت مخدره يجي لك الخطاف، قعدت تتفرج على فيديوهات وصور حرام يجي لك الخطاف بتاع الحاجات دي. لو ما تبتش الى الله سبحانه وتعالى يبقى تخطف الناس بايه؟ باعمالهم. وايه كمان؟ وعليه شوك كشوك السعدان. الشوك السعدان ده بيبقى زي دايره كده ومن جميع الجوانب فيها شوك. الشوك ده مره انا اتشوكت منه وخصب عني وايه بالراحه كده وكنت بمسكها كده، خد بالك، وقريبة من شوك السعدان مش هي بالنص يعني، ففضل الألم في صبعي تاني يوم. تخيل أنا ما دخلتش الشوكة ده بس يدوب كده سنة بسيطة، ما بالك بقى لما يمشي عليه، لما يلاقي أشواك على الصراط، لأن هي كانت في أشواك في حياته في الدنيا وكان مستهين بيها. مع ده كله إن في ناس معهاش نور. الطريق ده لما يبقى بالصورة دي، لو 45 ده بالليل والدنيا ظلمة ومفيش نور خالص ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، وتقال لك هيطلع عليك ناس تضربك وانت ماشي في الشارع، هتمشي بشكلك ازاي وقلبك هيبقى حالك ايه؟ يبقى لما يبقى ماشي بقى على احد من السيف ادق من الشعر، عليه خطاطيف وكلاليب، والنور على قدر العمل، والسرعه كذلك على قدر العمل، وتحته جهنم. يعني مش تحته لو واحد وقع هيقع على مثلا زي بيعملوا تدريبات على مراتب سفنج ولا بتاع ولا في اسعاف هتلحقه، لا ده تحته جهنم. يعني لما يقع الموضوع مش سهل، موضوع خطير. ف ليه انت بقى تعرض نفسك للسقوط؟ ليه تعرض نفسك للسقوط؟ يعني لو انت دلوقتي اتقال لك انت ممكن تقع من فوق البرج اللي احنا فيه ده، ده انت تعمل احتياطاتك بقى. وما بالك لما انت دلوقتي تعرض نفسك للوقوع في جهنم، وبسبب ايه؟ بسبب التهاون بالصلاه، وخصوصا صلاه ايه؟ صلاه الفجر. عشان كده عايزين نراجع نفسنا وناخد كل احتياطاتنا اللي هي تبقى سبب اللي احنا ما نسقطش من على الصراط ومن نقعش في جهنم، والسبب التهاون بالصلاة. رقم كام اللي جاية؟ 4. حد يقول لي التلاتة اللي فاتوا؟ 2 3. نور يوم القيامة. طب 4 دخول الجنة. نجيت من على الصراط تخش بقى الجنة. ايه دخول الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم، حد يقول لي حديث؟ محافظ على الميعاد يا استاذ، المسلم بيحافظ على ميعاده. حد يقول لي حديث قال ان يصلي الفجر يخش الجنه؟ شفتوا بقى مش مهتمين احنا، ما بنقراش احنا. استنى يا درش، ها، اللي يصلي الفجر يخش الجنه. الله اكبر. قال صلى الله عليه وسلم، من صلى البردين دخل الجنه. وبعدين البردين، ايه البردان بقى؟ العصر والفجر. ليه اسمهم البردان؟ لان بيجوا في اول النهار واخر النهار، الجو بيكون بيطيب في الوقت ده والحر بيذهب. معنى كده عشان كده اللي حافظ على الصلاتين دول يبقى من اسباب دخول الجنه. طب اشمعنى الصلاتين دول بالذات؟ لان النفس في الوقت ده بتبقى حريصه او محبب لها الراحه والكسل. وقت الصبح الناس عايزه تنام، وقت العصر الناس جايه منين؟ من الاشغال بتاعتها، فبتبقى عايزه ايه؟ تريح.
ماشي كده. فشوف التحفيز النبوي ان هو بيديك هدية كأن الجنة بين ايديك، حافظ على الصلاتين دول ومع بقية الصلوات هتبقى سبب في دخولك الجنة. فانت اوعى تضيع حظك، اوعى تضيع نصيبك من الجنة. وكل ما تلاقي نفسك بتكسل فكر في الثواب، تلاقي نفسك بتكسل عشان تنام او بتكسل عشان تعب، فكر ان الصلاتين دول من اسباب دخول الجنة. رقم خمسة، رقم خمسة اصبر، عظم ثواب النافلة، عظم ثواب النافلة فكيف بالفريضة، عظم ثواب النافلة فكيف بالفريضة. النافلة اقصد ايه؟ نافلة الصبح اللي هي ركعة الفجر، اللي هو حديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. خلينا ايه ما نضحكش على نفسنا وخلينا نتصارح. لو اتقال اللي هيحافظ على الفجر في المسجد في الجماعة شهر هياخد تاب او هياخد لابتوب. المساجد هتتملى وهنفرش في الشوارع، مش كده؟ ليه؟ عشان 1000 جنيه، عشان 5000، عشان 10000. طب لما نفكر كده، الدنيا من اول ما ربنا خلقها لحد ما تفنى فيها قد ايه من المتعة دي؟ فيها قد ايه فلوس؟ ركعتين الفجر دول خير من الدنيا وما فيه. طب شفت بقى المفاجأة، انه معظمكم ما بيصليش ركعتين الفجر، يعني هو كتر خيره بيصلي الايه؟ الفريضة. كتير منكم بيحافظش على الايه؟ معايا كده؟ على الركعتين دول، مع انهم ايه في الثواب؟ خير من الدنيا، مش من تليفون، مش من لابتوب، خير من الدنيا وما فيها. وانت بتصدق النبي ولا بتصدقهوش؟ في حديث ثاني قال ايه؟ لهما احب الي من الدنيا جميعا، الركعتين دول لهما احب الي من الدنيا جميعا. عشان كده اكتر اكتر نافله كان بيحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ ها؟ رغيبة الفجر، اللي هما سنة الفجر. لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر منه على ركعتي الفجر. لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، كما في صحيح البخاري. معايا يا أستاذ؟ يبقى أكثر سنة كان بيواظب عليها الفجر والوتر، الاثنين دول مهمين جدا، ركعة الوتر أو 3 ركعات والمحافظة على سنة الفجر. طيب خد بقى المفاجأة الكبيرة، لما يبقى سنة الصبح اللي هم الفجر خير من الدنيا وما فيها، طب أيهما أحب إلى الله، السنة ولا الفرض؟ الفرض طبعا. طب ما يبقى السنة خير من الدنيا وما فيها، أما للفرض إيه؟ وصلت؟ لما يبقى ثواب النافلة أو قدر النافلة زي ما أنت سمعت، يبقى الفريضة ثوابها عند ربنا قد إيه؟ والأجر بتاعها عند ربنا قد إيه؟ سبحانك يا ربي. رقم كام اللي جاية؟ 6. ويسأل الله عز وجل عن عباده، سؤال الله عن عباده. رقم 6، سؤال الله عن عباده. إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وده رواه الشيخان. يعني عندنا صلاتين اللي هم العصر والإيه؟ والفجر. اصحى يا ابني، العصر وإيه؟ والفجر. الصلاتين دول في ملائكة موكلين بحفظ العباد وكتابة الأعمال. ملائكة يبقوا معاك بالليل وملائكة يبقوا معاك بالنهار. بيبدلوا إمتى عبد الرحمن؟ في العشاء، في الصبح وين؟ والفجر. معنى كده في الصبح والفجر ولا العصر؟ ولا الصبح؟ يبقى في الصبح وفي إيه؟ والعصر. ماشي. يبقى اللي باتوا فينا يطلعوا ويجي بدلهم ملائكة تانية. واضح؟ زي الورادي كده. لما يطلعوا بقى ربنا، ربنا يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ يبقى لو كانوا بيصلوا ومحافظين على الصلاة يقولوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم. طب لو كانوا نايمين، لو اترفع عنك لربنا ان انت نايم، شكلك يبقى ايه؟ تتكسفش؟ وكل يوم كل يوم كل يوم نايم 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 نايم. طب والعصر كان بيلعب، يبقى الفجر كان نايم، العصر كان بيلعب. يا راجل ده لو تقرير بيترفع عنك للأمن
في الشغل اللي انت شغال فيه تبقى مرعوب خايف هيتقال عليا ايه، تلتزم بقى بالسيفتي واجراءاتها ومش عارف ايه والمواضيع دي، هي خايف مثلا في الشغل بتاعك امن الوظيفه بتاعتك يضيعك، طب مالك لما يترفع عنك تقرير لربنا سبحانه وتعالى محافظش على ميعادنا ليه، محافظش على صلاتك ليه؟ حاجه صعبه قوي، خصوصا كمان لما تعرف ايه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني العمل اللي انت عملته النهارده يترفع لربنا في صلاه العصر والعمل اللي انت هتعمله بالليل يترفع لربنا في صلاه الصبح، يا ترى انت هيترفع عنك لربنا ايه؟ فكر في ديت عشان تشجعك اللي انت تحافظ على الصلاه. سبعه سبب لرؤيه الله في الاخره، سبب لرؤيه الله في الجنه، ايه دي يا استاذ؟ صلاه الفجر وصلاه الصبح وصليها في البيت، يعني سبب لرؤية الله في الآخرة. أمال إحنا بنشوفش الناس دي في صلاة الفجر ليه؟ بيصلوا فين؟ ها؟ أنتم بتصلوا فين الفجر؟ آه يا شيخ أنا بصلي جنب البيت، وأنا يا شيخ بصلي تحت البيت، وأنا بصلي فوق البيت، وأنا بصلي في البيت. لا يا حبايبي أنا عايزكم تصلوا معايا في مسجد الرحمة. ماشي كده ليه؟ لأن ده أعون ليك على المحافظة. اللي فعلا تحاول ان انت تحافظ، لان لو كل واحد انا بصلي في مسجد جنب بيتي، طب عدى يوم واثنين وثلاثه ما بيصليش، انا في دماغي انه بيصلي فين؟ وهو نايم. لكن لما تبقى تحت عيني كل يوم ابقى انا مطمن عليك. معنى كده؟ ابقى عارف ده جه وده ما جاش، اللي ما جاش ابعت له استدعى، اسال عليه، ابعت له ناس تصحيه. معنى كده؟ فديت مهمه جدا اللي احنا نطبقها ان شاء الله من صلاه الفجر بتاعت بكره. كلنا نصلي مع بعض في المسجد. معنى كده؟ طيب تعالوا كده نشوف صلاة الفجر سبب لرؤية وجه الله في الآخرة في الجنة. هو في نعيم في الجنة أعظم من رؤية وجه الله؟ يعني نعيم الجنة في إيه في الجنة يا ابني؟ إيه يعني؟ في شوكولاتة مثلا؟ وفي أكتر حاجة بتحبها إيه؟ آه المانجا. ها برضو زيه؟ ها برضو؟ الله الله الله. طيب المانجا بتاعت الجنة شكلها إيه؟ انتم متخيلين عنقود عنب في الجنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذته وهو بيصلي صلاه الكسوف شاف الجنه، كان هيمد ايده ياخد العنقود ده. لو كان خده قال لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني لو كان خده كان زمانه موجود لحد دلوقتي والناس بتاكل منه. متخيلين يبقى حجمه قد ايه؟ عنقود العنب في الجنه الغراب الابقع السريع يجري عشان يقطع عنقود العنب مسيره شهر لا ينثني ولا يفطر. تخيل يبقى قد ايه؟ ما يقفش يجري، واخد بالك؟ مثلا لو قلنا مثلا عنقود العنب محطوط في 45 كده والغراب بيجري، هيجري كام عشان يخلص عرض عنقود العنب؟ شهر. شهر عشان ده بس عرض عنقود العنب. يبقى الحبايه منه قد ايه؟ وعايز افهم بس انت بتبيع الجنه بايه؟ ايه اللي انت هتكسبه لما انت تنام عن الصلاة وتضيع الصلاة؟ هتاخد ايه؟ انت بتضيع الجنة من بين ايديك. تخيلوا بقى كل النعيم ده، الجنة بقى والرمان والمانجا اللي انت بتقول عليها والش عارف ايه وكل ده ولا حاجة لما تقارنه برؤية وجه الله. ليه؟ لان اعظم نعيم لأهل الجنة انهم ينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى. يا راجل انت لما يبقى والدك مسافر بقاله اسبوعين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة ولا سنتين ثلاثة، ما تتخيلش اللحظات اللي بتشوف فيها وبتاخده بالحضن دي بقى فرحك قد ايه. فبالك بقى لما ترى وجه الله اللي انت بقالك 60 سنة بتعبده، اللحظة دي يبقى الفرح بتاعك قد ايه. اما يبقى قدامك بقى سبب يوصلك لرؤية وجه الله وانت تكسل فيه، يبقى ده دليل على انت صادق فعلا في حب الله، مش كده؟ لو صادق فعلا في حب الله يبقى تبذل الاسباب، صح ولا ايه؟ صليت الفجر النهارده في ايه؟ في البيت برضو. شفت مش كده؟ هندي جوائز للناس اللي صلت في البيت، نخلص في الاخر بس. ما ينفعش، لازم تجاهد، لازم تقاوم، ما تستسلمش. دي فرص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. شاور لهم في مره للقمر، شايفين القمر؟ اه. طب وسع ابو بكر عشان اشوف كده عشان القمر. بتحصل دي ليه؟ بقولش الواحد وسع عشان اشوف القمر، كله مش محتاج، مش واحد بيمنع واحد يبص، لا مفيش.
فبيقول لهم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ما بينضمش بعضكم البعض، او لا تضامون من الضيم اللي هو الظلم، مفيش واحد هياخد حق واحد، يعني كما ترون هذا القمر فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يبقى من اسباب رؤيه وجه الله ايه؟ حاجتين هنا في الحديث، ايه؟ الصلاه اللي هي قبل ايه؟ غروب الشمس اللي هي الفجر، مش كده؟ الفجر عندك قبل غروب الشمس، يبقى صلاه العصر. والصلاه اللي قبل طلوع الشمس مش عندك، ما وصلتش. الصلاه اللي قبل طلوع الشمس، يبقى المحافظه على صلاه الفجر وصلاه العصر من اسباب رؤيه ايه؟ وجه الله. اللي هيقول لي بقى ليه هياخد اتنين من دول، اللي هيقول لي ليه، ليه المحافظه على صلاه العصر وصلاه الفجر سبب لرؤيه وجه الله؟ طب ثلاثة، ما فهمتش السؤال، ما سمعتش، قرب تعال. المحافظة على صلاة الفجر وصلاة الصبح سبب، يعني انت مش سامع من الاول بقى، ايه الفجر والصبح مش كده، الفجر والعصر من اسباب رؤية وجه الله ليه؟ ها آه بلاش أربعة، بلاش أربعة، كفاية اللي جالنا من أربعة. ها خلاص خليهم أخدهم أنا. ليه؟ لأن الصلاة أشرف العبادات، وأشرف صلاتين في الصلاة الفجر والإيه، فكانت المناسبة أن اللي عمل أفضل الأعمال ياخد أفضل الجزاء اللي هو رؤية وجه الله. وصلت؟ أفضل عبادة عندنا في العبادات إيه؟ الصلاة. وأفضل صلاتين في الصلوات الخمس إيه؟ الفجر والعصر. فاللي يجي يوم القيامة معاه أفضل عمل يبقى ياخد أفضل إيه؟ ها؟ الدرس هيخلص، ها؟ كمان مش كده؟ يبقى اللي يجي معاه أفضل عمل يوم القيامة ياخد أفضل ثواب اللي هو رؤية مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 8، سبب للبركة، هي ايه دي يا ابني؟ يا ابني ايه دي؟ ايه اللي بيحصل؟ مالك؟ طب خايف كده ليه؟ انها سبب للبركة. ازاي؟ مش كده؟ مش انت جيت متأخر؟ هتجيب كيس بونبوني وانت زي، وانت زي، مش كده؟ مين تاني؟ مستخبي اهو. يبقى المحافظة على صلاة الفجر سبب للبركة. ازاي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا ما شاء، ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها، في صحيح الجامع، اللهم إيه بارك لأمتي فين؟ إيه بكورها ده يا أبو بكر؟ اللي هو الوقت اللي بعد الفجر. يعني أنت لو قعدت بعد الفجر تذاكر الوقت ده فيه بركة، للنبي دعا لك بالبركة فيه، دعا للأم معايا. لو اشتغلت في الوقت ده بتعمل برمجة مثلا أو بتعمل حاجة تلاقي بركة، أخد بالك؟ لو بتتمرن في الوقت ده، بتجري في الوقت ده تلاقي بركة، لأن الوقت ده فيه بركة، أخد بالك؟ لو تاجر وبدأ يتاجر في الوقت ده يلاقي بركة. مش معنى اللي في غير ده مفيش بركة، لا فيه، بس ده بقى أكتر. ليه؟ لأن النبي دعا فيه بالبركة. عشان كده كان واحد اسمه صخر الغامدي، أخد بالك؟ صخر الغامدي، وكان تاجر، فلما كان يبعث التجارة كان يبعثها أول النهار، فكثر ماله وبقى من الأثرياء. ليه؟ عنده يقين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث سرية أو جيش يبعثهم في أول النهار. شوف، عشان كده تلاقي البركة قلت في بيوت المسلمين أو كتير من بيوت المسلمين، والسبب إن هم بعدوا عن استغلال الوقت ده. تلاقي بعض الشباب يسهر طول الليل، ها، وإيه، ويا ريت هي ممكن كمان ينام قبل الفجر بنص ساعة ولا حاجة، يقول لك صراحت عليا نوم. هي اشمعنى دي؟ اصل الشيطان مش سايبك، خد بالك، الشيطان عامل معاك صفقة، يسهرك وقبل الفجر بربع ساعة ينيمك، يضيع عليك الصلاة، أو يعني يسهر يصلي الفجر وينام بعد الفجر. لا ده العكس بقى أفضل، اللي أنت تنام بالليل
وتصلي الفجر وتقعد من بعد الفجر ما تنامش. تعرف حتى مش فوائد دينية بس وأخروية، فوائد طبية كمان دنيوية هقولها بعد قليل. لكن احنا هنا بنتكلم ان الوقت ده وقت بركة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الفجر يجلس، ايه يا ابني هتنيم، يجلس في مكانه متربعا حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، مش يصلي الفجر ويروح ينام. كان هخلص اهو، كان يصلي الفجر ويعمل ايه؟ ويقعد في المسجد يذكر الله لامتى؟ لما تطلع الشمس. اللي يقعد كده وبعد ما تطلع الشمس بربع ساعه وثلث ساعه يصلي ركعتين يا عمر، ياخد ايه؟ سراحاء، ياخد ثواب حجه وعمره. من صلى الصبح في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه. يعني انت تستغل بقى، خصوصا احنا في ايام ايه اللي جايه دي؟ بكره ذي الحجه، من افضل، لا ده هي افضل ايام الدنيا. يبقى عايزين نعمل برنامج لنا نختم القران مثلا مره ونصوم الايام دي، او نصوم يوم ونفطر يوم ونصلي قيام ليل ونجتهد بقى في الاعمال الصالحه دي، افضل عباده تعملها في الايام دي، خدت بالك؟ فلو انت صليت الفجر وقعدت في المسجد 9 ايام دول يبقى بكام حجه وعمره؟ 9 حجات و9 عمرات، فرصه ما تضيعش من ايدك. عشان كده شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كان بعد الفجر يفضل قاعد في المسجد يذكر الله عز وجل ويقول هذه غدوتي ولولا ما أتغدى الغداء سقطت قوتي. يعني ده مفتاح البركة في طول اليوم، معايا كده؟ اللي هو الجلوس بعد الفجر في المسجد. آخر حاجة أختم بيها اللي هي رقم 10، ممكن تخليها 10، احنا قلنا في الأول الآيات حافظوا على الصلوات، ماشي كده؟ أن في الثمرات البركة 9، ماشي، ممكن تخلي 9 أجر حجة وعمرة، خلي 9 أجر حجة وعمرة، ماشي. كمان تلاقي هنا إيه؟ وفوائد دنيوية، بركات دنيوية كمان. يعني اللي بيحافظ على صلاة الفجر في كمان فوائد دنيوية بتحصل، زي إيه؟ زي البركة في الرزق، والبركة في الجسد، والبركة في العقل والفهم، معنى كده؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ وقت بعد الفجر ده المشي فيه والجري فيه من أفضل الأوقات وأنفعها للناس الرياضيين. ليه؟ لأن غاز الأوزون اللي هو أسري في الجو بعد الفجر بيبقى أعلى نسبة موجودة في الجو في الوقت ده، وتفضل تقل تقل لحد ما تطلع الشمس تضمحل. الغاز ده مفيد للجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري والعضلي. مفيد لإيه يا ياسين؟ لسه ما نظمش معانا. مفيد للجهاز العصبي ومنشط ليه؟ انتوا مش سامعين ولا ايه؟ منشط ليه؟ للعمل الفكري والعضلي، خدت بالك؟ وقت بعد الفجر. كمان بيقولوا ان نسبه الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي اليو في اعلى ما يمكن عند الفجر او بعد الفجر، وهذه الاشعه تحرض الجلد على صنع فيتامين د مفيد جدا للجسم. واللون الأحمر له تأثير باعث على اليقظة، يساعد على التيقظ. كمان نسبة الكورتيزون في الدم تكون أعلى ما يمكن وقت الصباح وتقل أو أقل ما يمكن وقت المساء. عشان كده تلاقي الأبحاث الطبية تطلع تقول إن الناس اللي بتسهر كتير دول أقرب الناس وأسرع الناس للشيخوخة، يعجز بسرعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا، في غدد وفي خلايا في الجسم ما تعرفش تستريح إلا ما تنام بالليل. حتى لو نمت، حتى لو ضلمت الأوضة بالنهار لازم بالليل. وأن أسرع الأجساد لأمراض الشيخوخة الناس اللي هي بتسهر بالليل كتير، ما بتنامش بالليل، لأن ساعة أو ساعتين أو ثلاثة بالليل فيهم فوائد كتير جدا للجسم أكتر من اللي ينام طول النهار، إلا بقى لو إنسان معذور أو كده. فزي ما شفته العشر فوائد دول والعشر ثمرات بنحصلهم من المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. أنا عايزكم تكتبوا دول وتكتبوهم على الصفحات بتاعتكم، تشيروهم، تبعتوهم لأصحابكم، وتعلقوهم في المساجد، وتكرروهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، عشان نعرف قدر فعلا الصلاة ديت. وده جانب الترغيب. المرة اللي جاية بقى هيبقى في عقوبات للناس اللي بتستهين بصلاة الفجر، تبين لك خطر التهاون بصلاة الفجر وتأخير صلاة الفجر عن وقتها والنوم عن صلاة الفجر. نذكر 10 عقوبات في الدرس اللي جاي بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.